تحل اليوم الذكرى 73 لوفاة طلعت حرب الذي يعد رائد تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية. في مثل هذا اليوم 13 من أغسطس من عام 1941 توفي الاقتصاد المصري طلعت حرب، والذي يعتبر من أبرز مؤسسي الاقتصاد المصري في العصر الحديث ورائد استقلال الاقتصاد عن التبعية الأجنبية في الوقت الذي كانت تعاني فيه مصر من الاحتلال الإنجليزي. ولد طلعت حرب في 25 من نوفمبر بحي الجمالية في القاهرة، وتخرج من مدرسة الحقوق في عام 1889. عمل طلعت حرب على فكرة إنشاء بنك وطني منذ عام 1911، إلا أن الحرب العالمية أجلت إنشاء البنك الذي خرج للنور في عام 1920 تحت اسم بنك مصر، والذي تلاه إنشاء العديد من الشركات الوطنية مثل مصر للغزل والنسيج ومصر للطيران واستوديو مصر للإنتاج الفني وغيرها من الشركات التي ازدهر بها الاقتصاد المصري، وجعلت العملة المصرية قدرا وسط الأسواق المالية العالمية. وبعد حياة حافلة بالأعمال الوطنية توفي طلعت حرب في عام 1941 عن عمر يناهز 74 عاما. مشاهدينا، يعني احنا مستمرين مع حضراتكم طبعا.